كلهم روهينجا، شكرا كلهم، شكرا كلهم روهينجا، شكرا للأردن مساعدة لكم ولكم كلهم. يقول السلام عليكم. حصل روهينجا كلهم للأردن، عدم ممالكة كلهم مساعدة للروهينجا. الحمد لله، بارك الله، جزاكم الله خير. ميانمار روهينجا هذه المملكة الأركان حرقوا كلهم بيوتكم وكلهم قتلهم. هذا بيت الله يحرق كلهم، هذا بيت يحرق كلهم، يقتل هذه الصغير والكبير كلهم، يقتل البعض يحرق كلهم. شكرا. الروهينجا اللاجئين يعني مع القدامى والجدد حاليا العدد هو أكثر من مليون، الجدد تقريبا أكثر من 900,000. الجدد أول مرة دخلوا بعدد كبير تقريبا 70,000، وبعدين دخلوا مثلا 1,000، 2,000، وبعدين مثلا 30,000 هكذا، وبعدين دخلوا في آخر واحد هو 70,000، ثم هم يدخلون مثلا 50 أسرة، 100 أسرة هكذا هكذا، وفي حاليا يعني عدد أكثر من مليون. معدل باليوم كم؟ باليوم معدل ربما 300 أسرة. كم عدد المخيمات؟ عدد المخيمات يعني أكثر من 12، يعني 12، والحكومة تريد أن تجعل كلها بمخيم واحد في المستقبل إن شاء الله. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، ولكل درجات مما عملوا، وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو رحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. ما تكون له آكمة الدار إنه لا يفلح. بسم الله. بلشنا اليوم توزيع المساعدات الإنسانية. مساعدات اليوم عبارة عن سلة غذائية مكونة من بعض المواد الحيوية والحاجات الضرورية للتسلية للعيش. استفاد من هذا العرض هذا اليوم تقريبا 1,000 أسرة، وإن شاء الله سننتقل اليوم غد إلى
السلة الثانية سلة الكساء الملابس الشتوية والبطانيات، وفي اليوم الثالث سيكون الطرد الثالث هي المواد الطبخ وأيضا غاز للطبخ، غاز صغير. نتمنى أن يشارك كل مجتمعنا الأردني وبمؤسساته المدنية وكما عاد شعبنا حقيقة أن يساهم بهذا الجهد الإغاثي الإنساني المقدر المحترم. ما يحصل في هذا المخيم حقيقة مهما تحدثنا عنه لا تعبر عن الكلمات. هنا وضع إنساني قاسي وصعب جدا بكل ما تحمل الكلمة معنا. تخيل أن يكون طموح الإنسان أن يجد مكاناً يقضي فيه حاجته. الحمامات مشكلة حقيقية في هذا المخيم. كنا نعتقد كان هناك بحيرة كبيرة في وسط المخيم، وكنا نعتقد أنها بحيرة، تبين أن هذه البحيرة عبارة عن مواد آسنة وفضلات ومكلفات، لأن لا يوجد تصريف للمجاري اليومية لديهم. وحقيقة هنا وضع إنساني قاسي جدا لا تستطيع أن تعبر عنه. تقوم الحملة إغاثة المسلمين الروهينجا اليوم بالهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع جمع النقابات المدنية والنقابات المهنية لتوزيع المرحلة الأولى من المساعدات الإغاثية على المسلمين الروهينجا الموجودين في مخيمات بنغلاديش. نقوم اليوم بتوزيع طرد غذائي، هذه تمثل المرحلة الأولى، وإن شاء الله رب العالمين بدعم من الشعب الأردني الكريم نقوم بمراحل أخرى بإذن الله تعالى. الحملة مستمرة لنهاية العام، عونكم فهم بحاجة إلى ذلك. Thank you.